صباح الخير يا هدير، وصباح الخير عليكم كلكم. من وقت مش بعيد ما كانش حد مهتم قوي بفكره تغيير المناخ، ما كانتش هي القضيه الاهم على مائده النقاش الدولي او العالمي، لحد ما حصل اللي كلنا شفناه في اخر سنتين: طقس واجواء غير مستقره، في بعض الاوقات كوارث طبيعيه مدمره في عدد كبير جدا من الدول، فيضانات، حرائق، ذوبان جليد، حراره مرتفعه، وحاجات كتيره جدا شفناها كلنا. من هنا انتبه العالم وأصبحت قضية المناخ هي أول قضية بيتم طرحها على أجندة كل المؤتمرات الدولية والاجتماعات الأممية. صحيح، ده حقيقي يا مصطفى، ويمكن في الفترة الأخيرة يعني أصبح فيه اهتمام دولي بفكرة معالجة التغير المناخي. كل الحقيقة بقى بيدور على حل، إزاي نحافظ على البيئة، إزاي نتحول للطاقة نظيفة، إزاي نقلل من الاحتباس الحراري، من الانبعاثات الكربونية، نقلل الانبعاثات الغازية، إزاي كمان مسألة التغير المناخي مش بس بتأثر على يعني التغير المناخي بيأثر على كل حاجة من أول الطقس، لا هو كمان متعلق بالأمن الغذائي، متعلق بالأمن المائي، متعلق بحياتنا، حياة الناس كلها من الدرجة الأولى، سواء في الدول الكبرى والدول الصناعية وأيضا الدول النامية. صحيح، وكان في هنا تساؤل كبير جدا يا هدير، إحنا بقى هنا في مصر عملنا إيه؟ مصر أو الدولة المصرية تحديدا كانت من أوائل الدول اللي انتبهت لخطورة الملف ده. مصر اتحركت على ثلاث مستويات: مستوى محلي، ومستوى إفريقي، ومستوى دولي. محليا ركزت مصر على فكرة التحول للاقتصاد الأخضر. يعني إيه اقتصاد أخضر؟ يعني مشروعات بتعتمد على الطاقة النظيفة، زي مشروع القطار الكهربائي السريع، زي مشروع المونوريل، زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، زي أيضا محطات الرياح في خليج السويس، ومحطات الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان، زي مشروعات تانية في الزعفرانة وفي الغردقة، وحاجات كتير جدا عملتها مصر في هذا الملف. صحيح، ويمكن النهاردة كمان يعني عندنا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية دي الهدف منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام. النمو ده بيقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، بمعنى آخر يعني هيتم طرح حزمة مشروعات هيشارك فيها بالتأكيد القطاع الخاص. هذه المشروعات الهدف منها التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ، زي مشروعات مثلا عن الهيدروجين الأخضر، مشروعات لحماية المناطق السياحية، وأيضا مشروعات لتحلية المياه بالطاقة المستدامة. صحيح، والتحركات المصرية أيضا على المستوى الإفريقي والدولي كان ليها بعد آخر. خلينا نقول أن مصر شهر نوفمبر القادم هتستقبل زعماء وقادة العالم في مدينة شرم الشيخ، اللي هتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة COP27 لتغير المناخ. هنا مصر هتمثل إفريقيا، وهتتكلم نيابة عن القارة السمراء اللي بتعتبر هي القارة الأكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية، رغم أنها مش السبب في التغير المناخي. بطبيعة الحال كلنا عارفين الدول الصناعية الكبرى والدول الغربية هي اللي بتقف في قفص الاتهام في هذا الأمر، هي السبب الرئيسي أيضا في ارتفاع درجة حرارة الكوكب وانبعاثات الكربون، واللي من المفترض أن هيكون فيه تمويل من الدول الكبرى لمشروعات تقلل من أثار التغير المناخي في القارة الإفريقية، وهيكون أيضا في اعتماد لخطة بتعمل على خفض معدلات انبعاثات الكربون وتحافظ على حياة الكوكب. خلينا نقول أن دي قضية مهمة الكل بيشتغل عليها، العالم كله مهتم بيها، الأمم المتحدة حاططها على الأجندة بتاعتها، وأعتقد أن مصر أيضا يعني لها سبق دولي في هذا الملف. صباح الخير لحضراتكم مرة تانية، صباح الخير مصر.